مدي رامي التماس لمنتخبنا الوطني. اتلعبت على طول وفعلا يطلق لوسيان بوشاردو. اعزائي مشاهدي قناه النيل الرياضه، صفاره نهايه الشوط الثاني والمباراه. الف مليون مبروك لمنتخبنا الوطني بفوزه المصيري جدا مع منتخب السنغال، ويرفع رصيده نقاطه الى 9 نقاط. الف الف مبروك لمنتخبنا الوطني، استحقتوا ان انتوا النهارده تفوزوا بهدف جميل لاحمد حسام، واستحقتوا وعرفتوا تعادلوا مع مستوى السنغال وتحافظوا على هذا الهدف. الف الف مبروك لمنتخب مصر، وهارد لك.